في هذا العدد من فقرة صفحة من التاريخ باش نحكيه على لاعب كرة قدم خلى بصمة في الملاعب التونسية وهو قلب الأسد المرحوم الأسعد الورتاني. قبل الحديث عن هذه الشخصية وخلينا نسمع هذا التقرير من ثم ننطلق في النقاش. صفحة من التاريخ. صفحة من التاريخ. في فقرة صفحة من التاريخ لليوم باش نحكيو على لاعب كرة قدم يحبوه كل جماهير الفرق التونسية بما أنه رمز للوفاء والعطاء والجرينتا على الميدان، وهو الكابيتان المرحوم الأسعد الورتاني. الأسعد الورتاني تولد في 2 ماي 1980. من الصغرى كان عنده شغف كبير بكرة القدم وكان يعشق التكوير في حومة نهج صفاقس بالقيروان، وهو الحي الشعبي اللي الأسعد الورتاني انشأ وتربى فيه. إزجو كما تسميه جماهير كرة القدم، كان عنده حب كبير للكرة هذه، الشيء اللي خلاه يقرر الالتحاق بجمعية مدينته الشبيبة الرياضية القيروانية وين بدأ معاها من الأصناف الشابة. تميز وتفوق في جي اس كا بأسلوب لعبه وين الفت انتباه الجماهير والمدربين وكل من كان يتنبأ له بمستقبل كبير. في عام 1999 أصبح الأسعد الورتاني يلعب مع أكابر الجي اس كا وين تألق على الميدان، وهذا اللي مهد له الطريق للانضمام للملعب التونسي في عام 2001 وين عدى معاه 3 سنين متميزين تحصل فيهم مع البقلاوة على كاس تونس عام 2003. وفي نفس العام تألق الأسعد الورتاني مع المنتخب الوطني للشباب في الألعاب المتوسطية وتحصل على الميدالية الذهبية. وبعد خدمة وتعب لمدة سنين وسنين الأسعد الورتاني ينضم للنادي الإفريقي وين حقق معاه عديد النجاحات بفضل تفانيه على الميدان والعزيمة والإصرار. والله واحد من الناس كانوا يستغلوا أكثر حاجة خمسة نحب نقدم مستوى معناتها اللي تعرف به الأسعد الورتاني باش أول حاجة نرضي روحي نرضي العباد تتفرج كما أكثر وزيد نخمم بعد في الجمهور معناتها تصور بصيف عليك ترى الجمهور تاع نادي إفريقيا لما تلعب في ماتش أنت وما تبخل ولا امبوسيبل ما نتصورش كان نهارك النجم راه العباد هذيك كيفاه معناتها ما نكونش في المستوى. وفي عام 2008 إزجو يتحصل مع نادي باب جديد على بطولة تونس. كرة مقوسة والأسعد الورتاني والهدف الأول. الأسعد الورتاني افتتح النتيجة قائد النادي الإفريقي لصالح النادي الإفريقي في الدقيقة 72. وفي عام 2009 يختتم الأسعد الورتاني مسيرته مع النادي الإفريقي بالتتويج بكأس شمال إفريقيا للأندية البطلة، واللي على إثرها قرر يخرج من الباب الكبير وينضم للترجي الرياضي الجرجيسي اللي قضى معاه بعض الشهور. هذيك الكورة كاو صحيح وقت قصير كنت قبل ما كنت معاهم توا مع كيب أخرى احنا بدونا ترجي الجرجيسي معناتها نعرفوا نقاط القوة جينا على أساس معناتها عرفنا درسنا جمعة كاملة ندرسوا في النادي الإفريقي. وفي عام 2009 المرحوم الأسعد الورتاني يقرر الرجوع للفريق الأم الشبيبة الرياضية القيروانية ويعدي معاهم موسم كامل، ومن بعد يخوض تجربة جديدة في مسيرته الرياضية كمساعد مدرب مع فريق النهضة السعودي. أربعة جان في 2013 خبر وفاة الأسعد الورتاني ينزل كالصاعقة على التوانسة الكل بعد تعرضه لحادث مرور أدى لوفاته عن عمر يناهز 32 عام. لكن الأسعد الورتاني لليوم مازال حي في قلوب جمهور شبيبة القيروان النادي الإفريقي وكل الجماهير الرياضية. الله يرحمك يزقو. الله يرحمك يزقو. كلمة واحدة وبصوت عالي بالروح والدم نفديك يا الورتاني جامي ننسي مونكا بيتي. صفحة من التاريخ. صفحة من التاريخ. ربي يرحم الأسعد الورتاني لاعب كرة قدم أسد بأتم معنى الكلمة وخلى بصمة طيبة عند لدى كل الجماهير الرياضية. للحديث أكثر عن هذه الشخصية سعيد جدا باستقبال اللاعب السابق برهان غنام. أهلا بك برهان. مرحبا يا عزيز. مرحبا بجميع المستمعين. أهلا بك وشكرا لك على قبول دعوتنا الهاتفية. أنت برهان من اللاعبين اللي كنت لعبت مع الأسعد الورتاني في جيسكا. صحيح لعبت قبل معه 4 سنين في النادي الإفريقي ولعبنا عام مع بعضنا في الكويت. الله يرحمه إن شاء الله يكون في الجنة. الأسعد
أكثر من خويا. كنا العادينا مع بعضنا كنا قراب برشا، كنا نتقابلوا حتى البرة متيران. خلى بلاصة كبيرة وخلى وجعة كبيرة. الله يرحمه. نتصور كان عز الناس، كان من أجل الجواريد ومن أجل العباد اللي عرفتهم في الكارير نتاعي في الكرة. هذه الدنيا وإن شاء الله يكون في الجنة إن شاء الله. أكيد ربي يرحمه وينعمه. برهان حكي لنا على الأسعد الورتاني ربي يرحمه في التراك كيفاش يكون في الانترينمون إلى آخره. والله الأسعد جوار ياسر سيريو في التراك، خدام برشا، تشوفوا في التراك كيف يلعب القرحة والرزة اللي يلعبها في التراك. تقول إنسان صحيح البرة، أما اللي يشوفوا في التراك والبرة ما همش كيف كيف. راجل برشا مع جوارك اللي يلعبوا معهم، يحترم الناس الكل، كان يحترم المسؤولين، يحترم الجمهور، يحترم الملاعبين اللي لعبوا معه، سيرتو الملاعبين الصغار اللي كانوا موجودين كان ديما يقف معهم يعاونهم في كل شيء. كان راجل عظيم الحقيقة، الناس الكل تحبه في الجمعيات اللي لعب فيهم الكل، الناس الكل اللي تعاملوا معهم التو يذكروه بالبي. واش نقول لك، الله يرحمك. شنية الهدف أو الجيست اللي عملها مرة الأسعد الورتاني هكا في ماتش وبقات في بالك؟ والله تشوف الأسعد من الدقيقة الأولى للدقيقة الأخرى الجرينتا اللي لعب بها ومن غير حساب، لعب برشا مجهود مضروب، ضحى بكل شيء مهما تكون المشاكل اللي عادوا لبرا من التيران، البرا في يدخل التيران ينسى كل شيء، يخاموا كان في جمعيته، يخاموا كان في الربح. القرحة واللومبي يوصلها للجوارات. نتصور البطولة اللي هديناها 2008 كان عنده كان أهمية كبيرة باش تحصلنا على البطولة، كان واقف مع الجروب، كان كل جوار عنده مشكلة، عنده حكاية. فريسكو الكابيتان تاعنا كان يضرب عليه في كل المواضيع وكل المشاكل. تذكر برشا ماتشوات يلعب فيهم ناس عاد مضروب، وكمل الماتشوات على خاطر الجمعية ضحى وكمل يلعب الماتشوات. وكاو شو نقولك. شكرا جزيلا برهان على قبول دعوتنا الهاتفية. يعطيك الصحة، نشكرك برشا على التدخل معنا. احنا اليوم نحكيه على الأسعد الورتاني اللي يعتبر أيقونة في عالم كرة القدم في تونس، خلى بصمة خاصة وتميز وتألق في عديد النوادي كما النادي الإفريقي اللي عدى فيها سنوات كبيرة وهز معاه عديد الألقاب، كيما الجيسكا اللي كانت بدايته هنا من القروين، كيف كيف زاد حب يختم مسيرته في الشبيبة اللي هي ناديه الأم. اليوم حابين نعملوا له كالتكريم. احنا كل مرة في فقرة صفحة من التاريخ باش نحاولوا نرجعوا بكم الواحد من الشخصيات اللي أبدع في المجال متاعه، وهذه كانت فقرتنا بالنسبة لليوم في صفحة من التاريخ.